بتاع دي بتنعب ليه يا عم؟ دي بتطفو وتنور ليه كل شويه يا ابني؟ حرام عليك. بس كده تمام. تسلم. نمسك المايك ولا بلاش مايك؟ لا استنى، بقولك في حاجة غلط على ما ي... السلام عليكم. طب ما تيجي بعيد كده او خد الكرسي وتعالى على طب تمام والله انت كويس يعني بنعمل كده. النهارده ان شاء الله هنبتدي محاضره. المحاضره دي جزئين، يعني هم محاضرتين في بعض. هنقول الجزء الاولاني اللي هو يورين تراكت انفكشنز، وده محاضره مهمه جدا. اوكي، لو انتوا بردانين كلكم خلاص ممكن تطفوا واحد خفيف منهم وتسيبوا الثاني. اطفوا واحد وسيبوا واحد. فالمحاضره دي من المحاضرات المهمه جدا، في حاجات كتير بتيجي، يعني مشكلات، يعني اسئله كتير بتيجي عليها. والحاجه الثانيه ان هي ممكن في الكيس الصادي ممكن يكون حاجه فيها يعني انفكشنز تاني، لان كلكم هتقابلوها. يعني حاجات اليورين تراكت انفكشنز دي فيري كومن، ولازم تكونوا عارفين الحاجات اللي احنا بنركز عليها دلوقتي ان شاء الله. انتوا عارفين ايه يورين تراكت انفكشنز يا شباب؟ يعني عارفين يو تي اي؟ ايه هو اليورين تراكت انفكشن؟ انفكشن اوف يورين تراكت بعد الاورجانيزم. في حاجات احنا عندنا يورين تراكت انفكشنز، في ابر يورين تراكت انفكشنز وفي لور. الابر اللي هو في الكدني والبيبس بتاع الكدني، اللور بقى اللي في البلادر. يعني مثلا واحد عنده سيستايتس، اللي فوق ده اسمها بيبي نفرايتس واللي تحت اسمها سيستايتس. في بعض الانفكشنز بتبقى موجوده عندهم، يعني بتوع الادرولوجي او بتوع المسالك، الحاجات بقى بتبقى اللي بتمايلز، حاجات اللي هي مختلفه شويه عندهم وبتوع الاندرولوجي. بس احنا وبروستاتايتس حاجات كده، ديت مهمه قوي في الناس اللي عندهم، يعني بتوع المسالك يعني اكتر. انما احنا هنركز النهارده على البايلونوفايتس وعلى السيستايتس. اول حاجه الاي بوز بتاعتكم، احنا هنشوف الديفينيشنز بتاعتها وايه الريسبيسمنت فاكتور وهاو تو دايجنوز وتريتمنت. والجزء الثاني من المحاضره اللي هي تكون ترانزيشن نفايتس، دي كانت محاضره ثانيه بس انا يعني لموه عشان الوقت بتاعنا. طب اليو تي اي، يو تي اي اللي احنا بنتكلم عنه هو الديفينيشن بتاعه. كونديشن ويتش يورين تراكت از انفكتد ويز اباثوجين. الباثوجين احنا بنتكلم النهارده معظمها على البكتيريا انفكشن. البكتيريا انفكشن فيري كومن اللي احنا بنشوفها كتير قوي، انما في بعض الكيميكال حاجات ثانيه مختلفه شويه. في فانجر انفكشن زي كانديدا البكانز، في ناس بيديلهم يعني حاجات فايرال انفكشنز، وفي حاجات يعني خصوصا الناس اللي بيجيلهم كومبرومايز. في تي بي، في ليبتوس فايرال، في حاجات كتير قوي. بس احنا هنركز النهارده على البكتيريا انفكشنز. تاني حاجة الكومن اورجانيزم طبعا معروف هو شايفاه هو بيقع. الكومن اورجانيزم اللي هو الاي كولاي، الاشريشيا كولاي، ده تعريف طبعا اكتر واحد مشهور في اليو تي اي. بعد كده ليه اورجانيزمز المفروض بيبقى لهم يعني يورو باثوجينيك، الحاجات اللي بتيجي في اليورين تراكت بالذات لها يورو باثوجين بروبريتس كده، ده اللي خطفهم بقى بيولوجي زمان. ان يقول يعني مثلا زي البيبو لاي لها بي فيمبريات، في فيمبريا بتمسك في السيلز بتاعت او اللاينر بتاع اليورين تراكت، فديت كاركترستيك في اليو تي اي اكتر. وساعات ان احنا دايما عيانين الاميون كومبرومايز اللي بياخدوا اميون سبريشن او الناس الدايبيتك او كده، دول اللي بيبقوا على اللاينر اللي بيحصل لهم اي انفكشن باي اورجانيزم. الاميون كومبرومايز دي بيشرح. طيب احنا قبل ما نشوف عيان هيجي لنا في بعض الديفينيشنز كده، يبقى احنا عارفين في حاجه اسمها significant bacteriuria وفي حاجه اسمها insignificant bacteriuria. significant bacteriuria اللي هي بتبقى ايه؟ احنا مثلا عيان بيجي لنا عنده اعراض، وديت قاعده تاخدوها كلكم، يعني اللي هتشتغل بعد كده بطنه لسه اي سي يو اطفال اليو تي اي ده هتلاقوه كل يوم بتعملوا لكم حاجتين ثلاثه. فالعيان اللي هي اهم حاجه significant دي، احنا ممكن في حاجات كلينيكال وحاجات لابوراتري. كلينيكال احنا ما نروحش نعالج عيان، مثلا عملت تحليل عيان بول لقينا فيه باسلز 20 مثلا او ايا كان، العين مش من حاجه خالص، ده بتعمل له تحليل يعني لسبب معين، لقينا العين عنده والعين بيقول لك ما عندوش اي مشاكل ولا ما عندوش اي اعراض، ما بنعالجوش خلاص الا بعض الحاجات اللي اسمتوماتيك بارتيكولار دي بتتعالج. فانما يعني هنقول لكم دي في سلايد واحده، معظم العيانين الناس النورمال اللي بيجي لهم انفكشن
حد عنده اعراض بالعيب يعني مثلا كتير قوي يعمل تحليل بصلز 10 12 يقول لك انا عندي فيه بكتيريا او عندي حاجه موجوده اخد انا عايز علاج مفيش علاج احنا بندي الاي سيمتوماتيك العيان ما بتشكيش واحده بعض العوامل الحاجات معينه انما العيان اللي ما بيشتكيش ما بندروش عليه خلاص في حاجه بقى سيجنيفيكانت باكتيريا سيجنيفيكانت دي وانا بعمل التحليل البول او المزرعه لقيت عنده البصلز مثلا الايب يعني بيشوف الكولوني فورم بيونت يعني اي مزرعه بيشوف بيزرع ويشوف الكولوني السي اف يو دي لو هي اكتر من 100,000 اللي هي 10 باور 5 او 10 اس 5 لو لقيناهم اكتر من 100,000 دي سيجنيفيكانت باكتيريا ولازم تكون الاورجانيزم نوع واحد يعني ما يكونش مثلا ايه طلع لك ثلاثه اورجانيزم في المزرعه دي غلط يعني دي تعتبر كونتامينيتد فاحنا لازم نشوف لو الاورجانيزم العيان بيشتكي هنعمله تحليل بول نعمل مزرعه المزرعه دي طلع سيجنيفيكانت اكتر من 100,000 ده سيجنيفيكانت ولازم نعمله طب بعد المزرعه بتطلع 20,000 20,000 ده لا انسيجنيفيكانت وعين عنده اعراض بسيطه ده ممكن ما نعتمدش عليه الا في الاورجانيزم الاسيمتوماتيك فاحنا عندنا سيجنيفيكانت باكتيريا بتبقى اكتر من 10,000 واحنا غالبا اللي هي بتبقى 100,000 خلاص 10 اس 5 وفي طبعا كانت السكود كونتامينشن السكود كونتامينشن بايه؟ ان احنا الاورجانيزم اللي طالع واحد بس انما لو لقينا ثلاثه او اربعه اورجانيزم طبعا طبعا العينه دي كونتامينت مغلط. اللون كاونت باكتيريا ساعات بنلاقي ان العدد قليل ممكن تكون ايرلي يعني العيان لسه عنده اعراض وان عملنا التحليل في اول يوم او يومين نلاقي مثلا الكاونت الكولوني فورم الجنون بتاعته قليله يعني مثلا 1000 10,000 فدي يعتبر ايرلي انفكشن او بعض الاورجانيزم ساعات اللي هو تبقى الفانجل حاجات كده مختلفه شويه فاي كاونت منه بنعتبره سيجنيفيكت. لو في سيمبتومز بغض النظر بقى عن اي حاجه عملنا مثلا عيانه عندها بتشتكي حرقان وتعب وشغاله في الحمام والبول بينقط وكده وبعدين نيجي نعمل التحليل نلاقي مفيش حاجه خلاص لا هنعالجها يعني احنا بنيجي حسب كلينيكال سيمبتومز دي اهم كتير قوي من التحليل. في عندنا اول حاجه هنمسك الابر يوريك تراكت انفكشن الابر اللي بيجي في الكلى نفسها في الكلى فوق طبعا ده اخطر يعني احنا عندنا السوسايتي لو يوريك تراكت السوسايتي ما بتبقاش مهمه قوي يعني حاجه بسيطه وعلاجها في فتره قصيره انما الاكيوت بايلو نفرايتس انفكشن وصل للكلى جوه اسمها اكيوت بايلو نفرايتس بايلو من البلبس بتاع الكلى فاكرين البلبس لما يجي ياخد البلبس وينزل عليه الكلى ده هو الاكيوت بايلو نفرايتس الاكيوت بايلو نفرايتس دي ممكن يطلع الاورجانيزم اسندنج من تحت او ممكن يكون انفيجن من اي حته من جنبه او يكون هيماتوجينس سبريد وريل يعني مثلا مش بكتيريا مش في الدم تيجي تعيش في الكلى انما الاسندنج اورجانيزم والانفيجن ده اكثر يعني طبعا اخطر ليه احنا خايفين من الكلى لو حصل انفكشن هو الكدني نفسها في البلبس بتاع الكدني او في التيشو بتاع الكدني لان الكدني زي ما قلت لكم كده هاي فاسكولار فهاي فاسكولار ده اي اورجانيزم جوه هيدخل الدم بسهوله جدا فده ممكن عيانين كتير قوي بتدخل بسيبسس وسيبتك شوك واللي هو الحالات اللي بتدخل في الاي سي يو دي بتدخل معظمها لو كنا شفناهم بندور على يوريك تراكت انفكشن او تشيست انفكشن لان الناس اللي بسيبسس اكتر سببين بيدخلوا عيان بسيبسس في الاي سي يو فال او نكون احنا ياتروجينيك حاجه نوزوكوميا انفكشن عيان دخل المستشفى واحنا ركبنا قسطره وانا يعني انا يعني بتجنن فعلا من النواب او المدرسين ساعتين او الامتياز لما اجي امر على حاله حاله هنا وحاله في اي مستشفى ولا ليه العيانه مركبه قسطره؟ ركبنا قسطره ليه يا جماعه؟ ما العيان اللي بيركب كانيولا وبينساها الحاجات دي سورس اوف انفكشن يعني فالمفروض ده حتى دلوقتي طبعا لسه ما بقوش يقولوا واحده تولد يحطوا لها يعني حتى تعمل سيزيرين حتى فبيركبوا قسطره ما بقوش يعني ده الروت او الجايد لاينز ان احنا نلحق على القسطره باي مكان. عيال كثيره جدا بيقول لنا راح يعمل بتاع دوت بتعمل قسطره في القلب بتعمل ما اعرفش اي حاجه يروح يركب المصاب ليه؟ ما هو القسطره دي بتدخل انفكشن على طول وساعه الانفكشن بيبقى يعني صعب ان احنا نعمل له ايراديكيشن. فالبايلو فرانكس اخطرهم اكيوت بايلو البكتيريا الانفكشن في الكدني هي مش بكتيريا اللي مركزه على البكتيريا انما في حاجات انواع من حاجات ثانيه في فانجل انفكشن ساعات في البيبي ساعات تيجي نعمل صغار نلاقي حاجه سايزبل ماس والفانجل بالذات زي الفانجل اندوباردايتس كده بتبقى حجمها كبير شويه عن البكتيريا يعني تلاقيها عامله زي فيجيتيشنز كده. مور كومن طبعا اي انفكشن اكتر في الفيميلز على الميلز واحنا لما بنتكلم كله فيميلز موست كومنلي بيبقى اسندنج لور يوريك تراكت انفكشن ويطلع لفوق ده اكتر سبب انه بيطلع وساعات طبعا في الاطفال هنقولها دلوقتي ايه الحاجات الثانيه. الكلين هالبكشر بتاع طالما هو وصل في الكدني اي عيان عنده يعني بايلو نفراكتس بيبقى اللي وصل الدم على طول في عنده سيبسيسيميا وسيبسيسيميا ممكن تيجي بعد كده بسبب الشر. يعني بيوصل اول بكتيريميا وسيبسيس وكده يعني. ده اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان احنا بنلاقي العيانين اللي بيبقوا عندهم هيدريشن
ما ينفعش واحد بيقول له فاركس العين سخن حرارته توصل ل 40 39 40 وان احنا نعرف ساعات العيان بيبقى واخد منخفض للحراره او العيان مش عارف يقيس الحراره بتاعته فنلاقي العيان عنده بيترعش ورايبوس فيبر ورايبوس يعني او معاه سويتنج فاحنا بنشخص انها هايدريت فيبر الهايدريت فيبر ساعات العيان يقول طب سبين كتير قوي ما بيقيسش الحراره بتاعته نعرف ازاي انها عاليه او انها حراره لو جريد ان هو بيقيس الايه الهايدريت فيبر دي اللي معاها دايما في فيبر جبرن وسويتنج واحد بيترعش ومعاه عرق فديت نعرف انها هايدريت فيبر اللو جريد فيبر اللي ايه بحس الجسم سخن شويه لو قيس الحراره دايما 38 انما 39 و40 لازم معاها رايبرز ومعاها سويتنج فدي بقى هايدريت فيبر ورايبرز لانه قلنا داخل على الدم على طول يعني هاي يعني هاي فاسكولار اورجان يعني معاهم نوزيا وفومتين في حالات الكلى كلها عايزه بين عندهم بينهم فرايكس انفكشن دايما عندهم نوزيا وفومت الساينس بتاعها لو احنا جينا نشوف العين عنده فيبر قلنا حرارته عاليه تكتفي الكارديا عشان الفيبر بتاعها عامله تكتفي الكارديا تندر لسه تلاقي العين بيشتكي منها ايه انا عندي لوين بين وجع والوجع بتاعه مختلف عن بتاع الحصوه الوجع بتاع بين فرايكس ضل ايه في الجنب وجع بيقول لك جنب بيوجعني واحد او اثنين وفيبر مع الفيبر والرايكرز وكده ده البين واحنا لو احنا بالاكزامينشن بنحط ايدنا على رينا الانجل وانا قلت لكم كده في الراوند رينا الانجل دي عباره عن ايه؟ قادر الفرتبرا كلها من النص واخر ريب اللي هو نمره 12 الانجل دي هي رينا الانجل خلاص لو احنا حطينا دوسنا عليها العين ما بيصور يعني مش عايز ان احنا نلمس بقى غير تندر رينا الانجل فدي بقى ضمن البلجيشن الديزيز بقى ممكن يبقى مايلد وسيفير واللي احنا سبناه من غير ما يتعالج طبعا بيبقى سيفير وقلت لكم يوصل في الاخر بست شهور الباثوفيسيولوجي قلت لكم اسيند البكتيريا الانفكشن اكتر حاجه والاكتر اورجانيزم اللي هو الايكولاي بتبقى البي فيبريتي لان في فيمبريا والفيمبريا دي بتمسك في الكاتش اليورينري لاين بول بتاع اليورينري سيستم وده اللي بيخليها اكتر حاجه يورو باثوجينيك ودايما هي هتيجي احنا حاجه من يا اما الاورجانيزم نفسه او دايما الحاجات اللي بتبقى اللي لو في يورينري هارت اب نورمال يعني حد عنده ستركشر في اليورتر ده بيعمل ستيزيس او حد عنده ستون قافله او اطفال بيبقى عندهم سايكوليتيك ريفلكس الريفلكس ده الفالف باظ بين البلد من اليوريتر والبلادر في فالف موجود في اطفال بيكون الفالف ده بايظ لو الفالف ده بايظ اليورين بدل ما يروح من اليوريتر للبلادر بيرجع تاني من البلادر للبلادر لليوريتر ودي مثل في الاطفال عندهم اب نورمال فالف بين اليوريتر والبلادر فبيعمل سايكوليتيك ريفلكس وده اطفال دايما بنشوفهم لما بيعملوا يدخلوا التواليت قبل ما بيعملوا البي يقول لك ايه بيحس بوجع يقول لك اثناء اليورينيشن بيحس انه بيتوجع في دماغه وده ممكن نشوفه في الاخر بيوصل ان هو الكدني بتبقى ديستراكتد ده مشكله يعني فده لو هو نورمال تراكت يعني بيحصل في فيمينز اكتر لو اب نورمال تراكت ممكن يحصل لنا ريكارنت انفكشن الهيماتوجينس قلنا لكم اقل حاجه يعني حتى لو بكتيريا مش هتيجي تعشش في الكلى يعني الكوزيت اورجانيزم ده مهم ايه هو الكوزيت اورجانيزم احنا عندنا البكتيريا الانفكت دول بكتيريا عموما وانت قلنا في فانجل وفي فايرال وفي حاجات ثانيه مايكرو بلازما وفي ليبتوس فايرال وتي بي فانما احنا هنا على البكتيريا الايكولاي اشهرهم في ستافيلوكوكس سابروفيتيكس وده اشهر واحد في الهاني كومب سيستايتس الهاني كومب سيستايتس عندهم ستافيلوكوكس سابروفيتيكس دي وديت يعني هو بيتعالجوا يعني بتقعد فتره وبتروح بعد كده في انورمال اورجانيزم يعني انظر اورجانيزم تافيرلاند الفيرولنت اورجانيزم اللي هو الكتوبراك هو كي كريسيلا بي بروتياس وبي تاني سودوموز دول اكتر اورجانيزم بيبقوا صعبين شويه في العلاج ودول ما بيجوش غير نوز كوميان يعني ما فيش حد عنده كده بيلاقي كريسيلا او سودوموز دايما ممكن مأثره في المستشفى او حاجه هو ده اللي بيجيب لهم الانفكشن فالكريسيلا والبروتياس والسودوموز دول من الناس الحاجات الجرام نيجاتيف اورجانيزم او بكتيريا بتبقى عنيفه جدا او انتير كوكس سبيشيز وفي ساعات بقى بنلاقي حاجات اورجانيزم سالمه موجوده الهيستوباثولوجي هيحصل ايه؟ انفكشن وتعمل بيرمنت ستشار موجود في البيرمنت بتاع الكيس دي ممكن ينزل ساعات العين اليورين بتاعه بيبقى فيه لونه مغير يعني ساعات الكوكولا مش كبير ترد وده بنلاحظها لما يعني يكون في المستشفى وراجل قسطره نحصل نشوف العين عنده انفكشن بتلاقي اليورين طالع ترد لونه ابيض كده وممكن يبقى عامل زي الطحينه كده وعامل زي البص يعني حسب السيفيرتي بتاعته بيوتي اي انما هو الاول اليورين العادي بيبقى كبير خالص انما لو في انفكشن ممكن يترد شويه لونه معكر او ممكن نلاقيه بقى في باسلز انما الفانجل انفكشن لو في القسطره نفسها بيبقى طالع حته زي الجلده كده يعني عامل حاجات زي الفانجل زي المونيا كده بتبقى بيضاء متطبلة كده فنلاقي القسطره نازل او الفكسيه ما تكونش لونه ابيض طب البريدسبوزنج فاكتور ايه مهم بقى؟ البريدسبوزنج فاكتور يا اما حاجه
في الريشن بنفسه في مشكله، او تكون الاورجانيزم فيرولنت اورجانيزم، او يكون هي التراكت نفسه بتاع اليورين تراكت فيه ابنورمالتي. اول حاجه البيشن الايدج والسيبس حسب بقى، يعني احنا السيبس قلنا متفقين ان هو اكتر في الفيميلز عن الميلز. ليه اكتر اليو تي اي في الفيميلز؟ لانهم اليورس بتاعتهم شورت وتبقى ستريت، فعلى طول الانفكشن سهل جدا. انما الميل بتبقى اليورس بتاعتهم طويله جدا متاكنكت، فصعب الاورجانيزم يوتي. فاحنا لما الميل بيجي لنا بيو تي اي فده لازم ندور على حاجه ابنورماليتي، يعني اناتوميكال ابنورماليتي. انما بالنسبه للفيميل ده بيكون طول النهار والليل حتى اطفال وكده، لان حتى لو لوها الجين كلش يعني الامهات او كده مش متشطه خلقهم كويس، هتلاقي ممكن يو تي اي في اطفال او كده. انما اكتر في الفيميل احنا عندنا بيبقى موجود اب تو 40 ييرز الفيميل بري دوميننت. بعد كده انما بعد سن 40 البروستات بتبقى لارج، دي بتعمل نوع من الاستراكشن او ستيزس، فاليو تي اي في الميلز بيبقى لسه بعد سن 40. انما في سن 40 الفيميلز اكتر يعني هم ميلز. بعد كده البكتيريا البيرولنس، البكتيريا البيرولنس قلنا حسب نوع البكتيريا، قلنا في يورو باثوجينيك زي الايكولاي بتبقى سبيسيفيك لليو تي يعني يورين ريكت اكتر. لو في بقى يورينري اوبستراكشن وستيزس ده مهم جدا، يعني مثلا لو احنا جينا ولد صغير ميل وعنده انفكشنز فلازم ندور نعمل سيرش على نشوف عنده اي ابنورماليتي، جايز ستركشر في اليوريتر، جايز حصوه، جايز ريفلكس، فدي كلها مشاكل بتبقى موجوده فين لو يبقى عنده ابنورماليتي ابنورمال يورينري ريكت. زي الريفلكس قلت لكم مان فورم اوف دامج يورينري ريكت زي سايكل بانك، واحنا بنشوف كتير قوي يعني حتى بتوع المسالك عشان تحطوا المسالك ولا لا، في كتير جدا بيجوا حالات بيها. وده مشكلتهم ايه؟ بتدمر الكلى وبعد كده يجي يزرعها، لو يزرعها والفانت ده كويس بيرجع تلعب الكليه المزروعه. فيعني ايه؟ فهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا قصاره، يعني العينين دول بيقولوا لنا عندهم ريكارنت يو تي اي، بس هم بيقولوا لهم ايه؟ بيقصروا نفسهم، يعني هم بيقولوا لهم بيعملوا قصاره في البيت افضل من بتاعه المستشفى، يعني احنا لو دايما العيان بيبقى في بيته انضف افضل، يعني ما بيحصلش يو تي اي قبل، يعني لانه بيبقى عارف القصاره والبروبوشنز اللي معلمينها له. انما لما بيجي عنده يعني انما عارف المستشفى ده بيعمل قصاده كده، ده بيفرق اكتر عشان الموسم يكون ينفش. فده احنا بنشوفهم كتير قوي بيجوا بالحالات او اثناء الزرع. في ميكانيكال فاكتور، اي حاجه قلت لكم هي هيدروجينيك بسكومنتيشن، حد مركب قسطره دي اخطر حاجه، زي بالظبط ما بتوع المسالك دول مركبين دبل جي. دبل جي ده حاجه موجوده برضه بيكاش الانفكشن، الانفكشن كتير كومن، والعينين دول حتى بيجوا يتابعوا معايا يخليهم ياخدوا يتعالجوا ويمشوا ويتعالجوا ويجوا تحت، يعني دخل في الفيشا سيركل تاني في النهايه بانترستيشن نفرايتس او كورونا بايت نفرايتس. مكان الفرق هي البروجيكت او في الهاني مون سوسايتس. البريجنسي، البريجنسي مهم جدا، يعني حاجات الاسنان الحمل ممكن اليو تي اي، واليو تي اي خطيره جدا في الحمل. حتى لو ليس كوتك بكتيريوريا العيان مش حاسه بحاجه، واحنا بنعملها تحليل بول ولقينا في اي كونين صغير لازم نعملها مزرعه عليها. ليه؟ لانه وجدوا الناس الحوامل دولت لما حصل يو تي اي اي انفكشن بيأثر عليهم. انما لو يحصلوا يو تي اي ولقوا ان هو ممكن يحصل لهم ابورشن. تاني حاجه اللي بيحصل لهم الانتراكتراين بروس كتربيشن، البيبي نفسه بيتولد صغير، يعني من صغار تلاقي البيبي بتاع الام اللي بيديها يو تي اي اصغر في الحجم عن البيبي التاني. فده بيبقوا لازم نعالج اليو تي اي في اثناء الحمل. طب يحصل اثناء الحمل ريكارنت انفكشن ليه؟ لان هو اليوترس بقى جرافيك، اليوترس ده بيبقى بيكبر، فلما بيكبر بيضغط على اليوترس، دي حاجه، دي ميكانيزم من الميكانيزم. انما في حاجات ثانيه بتحصل، حاجات بيطلع ريلاكسين هرمون وهرمونات كتيره، فبتعمل دايليتيشن في اليوترس وده بيخلي الانفكشن عندهم اعلى. فده في ميلز ممكن يحصل لهم يعني عشان الجرافيك بيترس وضغط على الحالب ده ده حتى كتير قوي. تلاقي مثلا احنا بنعمل ايه؟ بيعملوا سونار، تلاقي واحده حامل في الشهر في السيرف ترايستر من اول السابع والثامن، تيجي تعمل تلاقي في باك برش عندها هيدرو انتر وهيدرو نفروز. فده بيقولنا بيقولنا طب احنا قلقانين وكده، لو ما فيش وجع ما فيش حاجه خلاص احنا بنكمل عادي. طبعا ما نقدرش نعمل لهم سي تي وهي حامل عشان بطنها، فبنعمل ايه؟ ممكن نعمل سونار عادي، عايزين نشوف حصوه او كده، فده بيبقى صعب يعني. فاحنا لو واحده حامل وعندها مغص وبيجيلها مجاز تكون حصوه فعلا، فده بيعمل ايه؟ ساعات بنديهم المسالك بنقص السوسكوبي ويركبوا دبل جي ويركبوا الاستراكشر لغايه ما نشوف. لو واحده عندها اعراض، ما عندهاش اعراض في مايند بريشر موجود، ده هيدرو ريتر وايد بروسس على الناحيه الثانيه من الجرافيك بيترس، اول ما تولد بعدها بشهر اثنين بس. فالبريجنسي من الحاجات المهمه في يعني كيو تي اي. اسيمبتوماتيك بكتيريوريا دي من ضمن الحاجات اللي هي بيبس بوزن، يعني كان لسه بالسلايد بتاعت البيبس بوزن فاكر. لو حد عنده اسيمبتوماتيك بكتيريوريا قلت لكم ما بيعالجوش في النورمال بوبيليشن، انما في بعض الحالات اللي بتعالجها، واحده حامل لازم تتعالج عشان مشاكلها دي. تاني حاجه حد عنده دايبيتس بيتعالج او بيكون كومبرومايز، حد عنده كرونيك ديزيز واحد سي في دي ستيج 2 او 3
مش هنسيبه الانفكشن اللي برضه بقيت الجزء اللي بتوقف كده يعني. فاحنا بنعالجه يعني الحاجات اللي اسمها البكتيريا اللي عندها انت في الحوامل في الناس الدايبتيك في الناس السي كي دي قبل ما يغسلوا. والثالث رابع حاجه الناس اللي هم بيجوا عن ترانسبلانت ما ينفعش عيان عامل ترانسبلانتيشن يحصلوا يو تي اي انفكشن كبير يعني متكرر كده وهنسيبه وقت كده هيبوظ الدنيا. فايه سنتات البكتيريا احنا مش بنعالج بس بنضرب حاجات دي. وعلى فكره سؤال مهم جدا بجيبه كتير يعني انت عالج العيان وانت ما عالجوش لان انت بتقابل حالات زي دي حد نورمال بوبوليشن واحده مش حامل ولا عندها سكر ولا مشكله في الكلى ولا زرع كلى ولا اي حاجه بتزيد انما حد الاربعه دولت لازم بنعالجهم. لو عيان عنده بري اكزيستنج رينال ديزيز ده برضه بري اكزيستنج فاكتور واحد كان عامل حصوه في الكلى عنده مشاكل عنده سريكشر في اليوريتا من هو صغير فدي مشاكل هتفضل ريكرنت انفكشن برضه دي بري اكزيستنج. الدايبيتس وفي الانسركمسايز مين احنا يعني المسلمين عندنا يعني ده الجامعه بتاعتنا السركمسايشن ده مهم جدا للمين. انما لو في الناس في بعض الديانات زي الجيوش ده ما بيعملش سركمسايشن وده عنده انفكشن اكتر لان يبقى في الاورجانيزم بقى موجود يعني فدايما عندهم يو تي اي انفكشن وايزر بقى بالاورجانيزم العاديه بكتيريا او النورمال اورجانيزم ودايما يعمل ممكن يعمل ترانسميشن للانذر بارتنر يعني. طب الكومبليكيشنز بتاعت الاكتيف بيلينوفايتس هي احنا ايه لو احنا ما اتعالجتش؟ لو ما اتعالجتش بقى هتعمل قلنا زي البكتيريميا وسبسس وكده اخر توصل سبسيه وست شهور ده بيركومن. طبعا ممكن تعمل هنا ديسفانكشن تسيبين هتدمر الكلى او بتعمل بابيلر نيكروزس انا قلت لكم قبل كده بشرح اللي معايا في الراوند بيحصل بابيلر نيكروزس ساعات بابيلر بتتسلط وتنزل. دي منظر البابيلر نيكروزس والبابيلي لو بتبان لون اصفر كده البابيلر نيكروزس ده بيحصل فين؟ بنعمل بالسي تي هي يبان البابيلر سلطه كده وتعمل اعراض زي اعراض حصوه بالظبط وجع في الجنب وحاجه نازله فبتعمل هيماتوريا زي ما تكون حصوه نازله. وقلت لكم البابيلر نيكروزس ده بيحصل في السيفير انفكشن واحد عنده سيفير بابيلر انفكشن ممكن يوصل بابيلي البابيلي دي لانها اكتر حته سكريبشن فتحصل نيكروزس فيها وتصلح. بتحصل في السيفير انفكشن ممكن تحصل في عينين الدايبيتس ممكن تحصل في الناس اللي بتاخد الاسترويد كميه كبيره ممكن ناس عندهم سكيل انيميا فدول كلهم ممكن يحصل لهم بابيلر نيكروزس ودي ضمن الكومبليكيشنز بتاعه لو احنا اليو تي اي. سؤال ايه؟ هقول دلوقتي هقول تاني لسه بس ما ان شاء الله. طب انفستيجيشنز اي هتبقى بنعمل انفستيجيشنز اي حاجه واحده عندك يو تي اي اول حاجه نعمل ايه؟ يورين اناليسيس ويورين كلتشر خلاص؟ يورين اناليسيس لو احنا بقينا نفرايتس هنعمل تحليل بول ومزرعه على طول قبل ما نبتدي المضاد الحيوي لان احنا هنبتدي المضاد الحيوي هتبقى في مشكله ان احنا ناخد مزرعه. فدي حاجه انما العيانين اللي عندهم لور يورين تراكت سيستايتس واحده كده بيقول لك حرقان في البول وبدخل وديسيوريا وفريكوانسي وكده دي ما بتعملش مزرعه يعني الاكيوت كومبليكيت سيستايتس في ميل كده جاي يعني مره بتقول في حرقان في البول ما اعرفش ايه احنا بنديها علاج وبلاش طب ميه كتير وثلاث ايام ونص. انما لو عيان يعني الاوفر يورين تراكت انفكشن او كومبليكيت ان هو بيتكرر كتير فلازم نعمل مزرعه خلاص. فاليورين اناليسيس مهمه جدا بتشوف البسنس قد ايه وتشوف لو في تحليل بول في وايت سيل كاست قلنا لكم في قبل كده ساعات الوايت في اناليسيس كاست وايت بلاد سيل كاست لو الوايت بلاد سيلز كتير قوي ممكن تمسح حتى مورس بروتين ويطلع لنا كاست موجوده كده في تحليل البول العادي. نعمل يورين كلتشر لو قلنا سيجنفكت لو بكتيريا كاونت اكتر من 100000 ده سيجنفكت لو لقينا 100000 دي يقول لك السي اف يو المزرعه لما بتطلبوا مزرعه المزرعه هتعمل يورين كلتشر وسنسيتيفيتي خلاص. كلتشر يعني بيعمل مزرعه بيزرع هو البكتيريا ويحطها في زي الميكروبيولوجي الاطباق دي بتاعتهم والسي اف يو الكل فورم بلت كام واحده ويدي لنا كاونت. فساعات احنا بنشوف مزارع يقول لك ايه؟ الكل من غير كل فورم بلت خالص يقول لنا مثلا عيان عنده الكولاي وخلاص دي مزرعه مش كويسه. المز يقول لنا السي اف يو قد ايه؟ وثاني حاجه يقول لنا نوع الاورجانيزم ده اول حاجتين كده فوق في المزرعه قبل ما يبتدي يعمل سنسيتيفيتي. سنسيتيفيتي يحط لنا جدول اللي هو هي هاي سنسيتيفيتي ايه؟ مودرن سنسيتيفيتي لو سنسيتيفيتي. فاحنا بنعمل مزرعه يعني البكتيريا بتشرب سنسيتيفيتي. فاحنا الاثنين لازم يطلعوا يعني قد ايه؟ نوع الاورجانيزم وقد ايه السي اف يو بتاعه؟ ثاني حاجه يقول لنا النوع اللي هو سنسيتيف ليه؟ هاي ومودرن ولو سنسيتيفيتي. فاحنا طبعا احنا بناخد المزرعه بالمنظر ده، انما ساعات المزارع بتجيب لنا ملخبطه في يعني ايه؟ ما بنبقاش عارفين هنعالج ايه قبل. وساعات يجيب لنا ثلاثه اورجانيزم، احنا بناخد كمبيوتر بعد ما بدانا نعمل فنعمل يورين كلتشر بكتيريال كاونت اكتر من 100000 كل فورم برين برميلي. العين ممكن نعمل لو عين عنده سيبسيميا او بكتيريميا ممكن نلاقي ليوكوسايتوزس
الايمجنج اللي بنعمل عندنا الالترا ساوند وبلين اكس يعني بلين اكس راي تي يو بي عشان خاطر لو كومبليكيتد كيس لو انت شاكين فيه ولا صغير او حاجه وانت شاكين فيه حصوه او استروزس المفروض انك بنعمل نكمل بقيه الحاجات اللي هو بتوع اليورولوجي. احنا في تحليل المعمل بيروح التحليل في البول واحنا عارفين طبعا اتفقنا قبل كده زمان في المحاضره الانفستيجيشنز ان احنا تحليل البول اول عينه فريش يورين بيبقى اللي هي المورنج سامبل قلنا المورنج سامبل يبقى كونسنتريتد واسيدك وافضل دي عندنا. بياخدها اول السنين احنا قلنا قبل كده والمزرعه اللي هو بياخدها احنا المفروض المعمل بيقعد مع الناس اللي بتعمل المزرعه ويفهمها ياخد الحق ويقول لهم فهمهم بياخدوا ازاي عشان ما يحصلش كونتامينيشن والمزرعه غاليه والفلوس يعني مش هيقعد يصرف فلوس على الفاضي ولو ابتدى انا كنت بياخد السنه ثلاث ايام فبتبقى احنا لازم ناخد المزرعه صح من الاول واحنا نقول البروبوشنز بتاعتها اول حاجه مورنج ديسمبر ومد السنين دي افضل واحده والحاجه الثانيه ان احنا كلهم البروبوشنز خصوصا لانهم في بينز يعملوا التشطيب الاول وكده وميه عاليه وصابون وبعدين يبتدوا يعملوا التاتش يعملوا السامبل في النص. فدي لازم نبقى فاهمين العيان مش اي حاجه يروح يجيبوه كده وخلاص يوديها تطلع. ساعات بيبقى التحليل في المعمل قلنا الديب ستيك الديب ستيك انا ذكرته قبل كده برضه الديب ستيك ده اللي اسمه روتين زي الشوجر اسيتون الحاجات اللي هي اللي بنشوفها دي في العلم. انما احنا قلنا بالديب ستيك عشان الانفكشن بيقيس حاجتين بتبقى الليفوسايت ستريس واللايتريت ريدكتيز لو لقيناهم الاثنين موجودين معناه ان في بكتيريا انفكشن خلاص البكتيريا عماله تطلع الانزيمز دي والاير مورنج سامبل ومد ستريم والفول اب رولز زي ما احنا قلناها. طب ساعات الانترنت بروسيجر في افراد تركع جنب المعمل كده واهله وامه ويقولوا كوبايه يقول لك لا مش هجمع بقول وهم مش شايفين يعني مش شايفين طبعا مش هروح نركب له قسطره عشان نحط له عين بول او كده. ففي ساعات بياخدوا الاطفال لو هم مش قادرين او بيجوا عايزين يعملوا سامبل مش شايفين في يو تي اي فبيبتدوا ساعات ممكن يعملوا سوبر جوبر اسبريشن. في بعضهم بقى يعني هو اكتر في الاطفال اللي احنا مش راضي نجيب عينه خالص ممكن يركب قسطره وياخد عينه بول ويعملها مزرعه. فدي بالنسبه للايه لو بعض السيتويشنز واحنا مضطرين ويروح المعمل الولد التاني عيط ويصرخ ويقول مش عارف يروح البيت او بيبي او يونيت او فده هي بالنسبه للمزارع. انما احنا بالنسبه للقسطره بقى القسطره لو احنا هيركبها ويقعد العينه ويشيلها على طول وطبعا ناخد بالنا من ست من ايه ست يعني المفروض ادي ست البروسيجر يعني ما يكونش حد لابس وايت وما يكونش يعني مثلا في ناس يروحوا في الامتياز وكده بقت واحده يعني بنت بتقول لي ايه ده جبت وانت عادي وبيجيبوا القسطره وانا قعدت الممرضه هجيبه بوانت معاق وبوانت كده ما هم شايفين ان هو فعلا كل عينيه بيدخلوا بانفكشن داخل قسطره بانفكشن على طول. اول يجي يركب حتى اللي هو مبهور كرر كده لازم المفروض اكل ست التكنيك لانه بعد يومين يعني لسه بمر كام يوم فوق في البلد فهد يعني فلقيت البنت تقول ايه ركبنا القسطره طب العين لسه هنركبها يوم الاثنين ولا صغير ده بيرسم يعني كان جاي ستوب بوست كده عنده 13 سنه وجاي بيهند ستيج هنا فاحنا بنمر عليه يوم يكون سخن وما بيتباعش بنبص الحراره 39 القسطره شلناها وحطها مش معقوله في خلال يومين ثلاثه بيحصل لها انفكشن ركبت في الطوارئ يعني انا مثلا لو في الزوم والعيان بيحصل له انفكشن في خلال يومين ثلاثه ده كارثه يعني ان احنا بندخل لهم اساطر في الانفكشن فهو اللي هو في الطوارئ اللي جاي في الطوارئ بيركبوا لهم كده ممكن ساعات الانفكشن اعلى. فاحنا لازم ناخد بالنا ان الاساطر دي خطر جدا. الحاجه الثانيه لو عين في المستشفى ومركب قسطره وعين كوماتوز ودي نقول له هات عينه نقول للممرضه هات عينه عشان نعمل مزرعه ما ينفعش يروح يجيب من كيس جمع البول، عايز يبقى في قسطره راكبه فوق الكاسكا وراكب المال دي يوريا المال دي بتبقى في زي قسطره غير كيس جمع البول، وطبعا البروبوشنز في كيس جمع البول ده يكون معلقه عشان ما يحصلش انفكشن يعني مربوط كده في السرير ونازل على الارض، ما يكونش العين نايم في السرير وحاطين ترند البرج والقسطره محطوطه وكيس جمع البول محطوط وكله عمال يرجع تاني. فديت كلها غلط. انما ايه والعين ماشي في القسطره كده او نايم وحطه في البطن وكده. فايه الاساطر دي حاجه خطر جدا. احنا والممرضه في مره يعني في الاسم الممرضه اللي هي بقول لها هاتي اسحب عين مزرعه بتجيز كام البول وعملته في المزرعه جايبها من الارض يا ست هتحط في المزرعه ما ينفعش. احنا بنعمل ايه؟ ادي الفول سكاستا برجع بيفكه من فوق بتجيز كام البول ده خالص وبعدين بنحطها يعني الكاب ويجمع. طبعا كانت ممكن تبقى درين فنعمل ايه؟ ممكن نعمل كلام بمشبك او باي كلام بيتحط على القسطره ويسيبه شويه هيكون جوه شويه بول بعد ساعه كده ولا حاجه نقوم شايلين دي ونقوم نحط الكوبايه المعقمه هيبتدي يجمع كامل. فدي الطريقه اللي محدش يروح ياخد من اي حته كده عشان خاطر دي بتبقى مشاكل كتير قوي. طب اقدر العيان زعيان دخل جاي في العياده يوم السبت بيقول لي انا عايز قلت له اعمل مزرعه. طب انا يا دكتور بصحى بدري من الفجر. قلت له مفيش مشكله احط العينه وبحطها وابعتها المعمل الصبح الساعه 10. لا اصل انا بصحى بقى الساعه 3 يا ستي خمس مش عارف عيانه ولا عيانه. فقلت لها خدي العينه وحطيها. طب تحطها ازاي؟ تقول لي طب حطها في الحر ده
احنا قلنا ممكن تبقى ستورد وتبقى في الانفستيجيشن لغايه 4 درجات مش اكتر من 48 ساعه. يعني احنا لما بناخد العينه يعني تتحط ممكن تتحط في الثلاجه، يعني الثلاجه الباب الثلاجه عادي طبعا في او حاجه يعني مقفوله، وتروح بعد كده المعمل لو الواحد هيتاخر او المعمل هيتاخر شويه، لما ما حدش بيسيب الحاجه مرميه كده في الطيب. التريتمنت البرايمري ديسيجن، اول حاجه احنا جالنا عيان وعنده بايلو ريفلكس، القرار بتاعنا ندخله المستشفى ولا نعمله بره او البيشنت. لما العيان بيشوفه العيان جالنا العيان دخل بحراره عاليه جدا ما بتنزلش، العيان بيصير كونشس ليفل، عيان عملنا له سي طبعا بنعمل تحليل في الطوارئ من الاول ما يجي لنا كده، عملنا صوره دم لقينا تي ال سي بتاعه 30000، ده العيان مش هيروح البيت، يعني العيان شكله الجنرال كونديشن بتاعه مش حلو، ضغط واطي، اي مشكله في يعني سيبسيميا جامده، ده ندخله المستشفى. انما عيان كبير لسه بقاله يومين والحراره بتاعته بتنزل بمخفضات وعملنا تي ال سي مش عالي قوي وفي باسلز وكل حاجه، ممكن يروح البيت. او لو عيان تعبان احنا ممكن ندخله المستشفى ويقعد يومين ثلاثه ويعني تقلب انترفيوس انترفيوتك لغايه ما الحراره تنزل وديها تتحسن وممكن نروح البيت كامل بعد كده. اوضه فالبايو ريفلكس ده عنيف طبعا، احنا العيان احنا قررنا ندخله المستشفى ولا نروحه البيت. تاني حاجه افتر انيشال تريتمنت لازم لو دخلنا العيان وقررنا بالانترنال تريتمنت، المفروض العلاج بتاع البايو ريفلكس دي بياخد علاج قد ايه؟ من 10 ل 14 10 ل 14 اسبوعين يعني مش اقل من كده. اهل العيال قلت لا اصل المستشفى والحقن غاليه، يعني الحقن الميرونا ب 3 شهور الحقن ب 200 جنيه كان من فتره ما اعرفش دلوقتي بقى 250 او 300 او ايه، فبياخد كل 8 ساعات برام، فالعيال هياخده ب 1000 جنيه حقن في اليوم، وفي انواع مضادات حيويه اقل من كده، فالعيال اللي هي قاعده في المستشفى يقول لك وقام في المستشفى تقول احنا اللي لازم نطمن عليه الحراره بتنزل، ولو عامل تي ال سي والتي ال سي بينزل والسي ار بي بيتحسن، العيال ممكن لو الكالشر مطلع حاجه اورال ممكن ياخد لمده يعني 48 72 ساعه ثلاث ايام او حاجه لغايه ما الدنيا تتحسن، ممكن نجيبه اورا ممكن نروحه. انما عيال ما تحسنش المفروض يقعد في المستشفى. وزي ما قلت لكم قبل كده بيحصل ساعات انفيزيما تصبيري ريفلكس، فده بيبقى جهاز هرمون الاورجانيزم وده الحالات اللي بيعمل له نفرتكم. فاكرين الحاله اللي انا قلت لكم عليها في الراوند؟ بنت كان قاعد معايا في الراوند وعيانه انفيزيما تصبيري ريفلكس، قلت لكم عيانه جت وخدت العلاج اتحسنت وبقالها ست يوم اتحسنت. الست بعد اسبوعين حراره ما بتنزلش، بعد ما روحت في العيد وجايه لنا تاني لقينا تاني نفس الاورجانيزم ودخلناها عندنا نفرتكم. ففي انواع وبعض الجهاز هرمون الاورجانيزم والانفيزيما تصبيري ريفلكس عنيفه جدا، وده علاقه بيبقى يعني نفرتومي، وساعات بتعمل كونكشنز تيجي تاني مره في كونكشن حوالين الجدني بالنفرك اسس، فدي خلاص اتشالت كده. بعد الانيشال تريتمنت المفروض بقى نشوف ممكن نقلبه اورال حسب العيان، العيان يتحسن يقلب اورال، والمفروض بس مش اقل يعني من يومين، يعني بعد ما يتحسن الدنيا تهدى مش اول ما يتحسن كده نقوم نقلبه على اورال 48 ساعه وبعدين نقلبه على اورال وممكن نروح البيت. العلاج مش قلت لكم مش اقل يعني 10 ل 14 يوم، مش حاجه اسمها اقل من 7 ايام دي خالص، يعني دي ما ينفعش في البايلون فلايتس. بعد كده في حاجات اللي هو ممكن تستخدم حاجات اورال، الاورال تريتمنت حسب المزرعه اللي بتتحط، يعني المزرعه بتطلع لنا الاورجانيزم هي ايه انت راجل سيما اورال، انما الحاجات السيم يعني حاجات الاورال الكيلون دريكتيف قويه جدا في الدرايك دريكت انفكشن والتشيست انفكشن، يعني الحاجات اللي هي زي الليفوفلوكسيسين التبلك او الحاجات دي مهم قوي في اليو تي اي قويه جدا. ممكن بقى نستخدم بقى ترايل سوبريم سلفر مسوفيزول اللي هو سوبريم او كده، ده بيستخدم بس هقول دلوقتي في اللور اكتر يعني. البايلو فريس دورنج بريجنسي لازم تدخل المستشفى وتاخد بارنترا، طبعا ما تقدرش ده كان لون علشان تراتوجينيك الفيميل، وهنروح دلوقتي في الجدول الاخراني اللي انا هجمعه ده. الفيميلز ممنوع عشان تراتوجينيسي احسن حاجه سيرت جنريشن في الفيرست بورن، وممكن نستخدم لهم اللاكت فرانكوين وممكن نستخدم البنسلين سي في الحمل، انما اي مضادات حيويه ثانيه ممنوع. يعني عيله واحده بايلو فريس او انفكشن وعايزه يديها انترافينس سيرت جنريشن في الفيرست بورن خلاص. بعد كده ممكن نديها بقى اورال لايف فرانتاين او ممكن اللي هو اي حاجه فيه بنسل. ده الجدول اللي مجمع بقى ده اخر حاجه مجمع لكل الحاجات اللي احنا قلناها دي. اول حاجه بيدينا العينات قلت لكم اللور اكتر حاجه فيه السيستايتس والابر اللي بيبين الفلاكس. الفيرست لاين تريتمنت سيستايتس دي حاجه بسيطه قلنا ما بنعملش مزرعه. السيستايتس دي ممكن تاخد سوبريم طيب سوبريم سالفر مش بروستازول لمده 3 ايام، علاج السيستايتس 3 ايام بس من 3 ل 5 ايام. لو بايلو فلاكس قلنا بناخد انترافينوس انتي بايوتكس وممكن نستخدم فلوروكينولون او الحاجات الثانيه معاها قدمت يعني. السكند لاين هنا لو العين ما اتحسنتش من السيستايتس العاديه بالادويه دي ممكن نستخدم فلوروكينولون دريبل. بس هنا بقى لمده 5 ايام ل 7 ايام اسبوع. الثاني ممكن لما ما اتحسنش ناخد سكند لاين انجكتبل كيفالوسبورين مهمه جدا لو واحده بريجننت
قلنا المايكرو فرانكوين والفالوسفور السيف تعرفين مايكرو فرانكوين حطوه في الفرن ده اسمه في سوق المايكرو فلوران او ده جروب من الادويه سيف في اثناء الحمل بيستخدم في اثناء الحمل طول شهور الحمل بيستخدم عادي في الدوز بتاعته العاديه لكن لغايه الشهر الثاني لو حد رجع بي تي اي بعد الشهر الثاني بنمنعه ليه؟ لان هو بيبقى يعمل كوليت الامين في الاطفال يعني بعد الشهر الثاني بيستخدم الطفل البيبي ده بيحصل له هيموليزيس بعده فهو بيستخدم الفتره كلها لغايه الشهر الثاني من الحمل وامن جدا ما فيهوش منه مشاكل. طب الكورونا الوبائي والفيروس احنا عندنا الاكيوت وخلاص واضح قوي واحد سخن غير معمول وجابه وترجعه وبصل وكل الحاجه بتنزل سلسله انما الكورونا الوبائي والفيروس ده واحد بقى بيجيله متكرره وده بنشوفه كتير ده اللي بيبقوا متكررين كده وبيجيله بي تي اي ومتعالجش كويس تقول خد العلاج 14 يوم او 10 ايام العلاج العادي خد اسبوع تحس ان الحراره راحت معرفش ايه بطل العلاج فدلوقتي الاندر تريتمنت يعني ما خدش العلاج فرصه كافيه فيه فبيحصل كل شويه ريكارنت الريكارنت بين الفراكس مش كل مره بقى تيجي بالفول بلون بيكشر بتاعت اللي هو الفيفر والحراره عاليه والسيس ده ممكن الكورونا ده ياخد علاج ايه؟ انتي بايوتيك ياخد مضاد حيوي يومين ثلاثه وخلاص فتحصل ايه؟ دخل في الكورونيس ما بقاش الاعراض سكيب زي الاول وده تدخل في الكورونا بين الفراكس وفي الاخر تقلب بين الفيديا بتعديل الكورونا كده من ضمن اسبابه وتكون مضاد اسمه هي بارتنشن 75% من الحالات انما الباقي انفكشن وتكون ترانزيشن الفراكس فالانفكشن الناس اللي بتعالجش كويس ده المنظر اللي بيجي لنا بيه. ممكن بقى الكورونا بين الفراكس دي بتعمل لها سكار في الكلية يعني ما اعرفش حطوها في المسالك ولا لا ساعات نعمل سي تي نلاقي فيه سكار كده موجود الكلينيكال بروتش بتاعتها فاريبل مش دي زي الاكيوت لا ده اللي اسخن شويه ودافي شويه حرارته مش عاليه قوي بياخد مضاد ضحيه ولا بتاع يتحسن وخلاص على كده ممكن يجيله اكيوت ريكارنت بين الفراكس وما تعالجش كويس او العيان يكون عنده يوريا تراكت مال فورميشن ده الكورونا طبعا بتقلب في الاخر بيننا فين يرجع عادي اللي احنا بنشوفهم دولت الاند ستيج دايجنوز بنعمل كده الاناليسيز هو فيها الكالشر وممكن نعمل بلاك كالشر بس دي الدنيا هاديه فيهم عن الاكيوت الايمجنج ستادي بتاعتهم ان احنا بنعمل ابدنا المقبل في الالترا ساوند طبعا احنا الكورونا بتظهر يعني مش زي التانيه بسهوله كده الابدنا الاكس راي يعني ممكن نعمل بي بي نشوف لو في حاجه ودي بتسكلود لو حاجه يورولوجيكال ممكن نعمل سي تي اكتر من بيشخصها تلاقي في سكر اللي في الفيديو هوريك الصوره دلوقتي حالا ممكن نعمل ام ار اي ممكن نعمل اي في بي ممكن نعمل فويدنج ريترو سيستوبروفي لو في شاكين ان في زايدو كيرك فلابس او نعمل يوريسرا الترا ساوند لو في مشكله اطفال اللي عندهم مشاكل في اليوريسرا وكده ده منظر السي تي تلاقي الجدني المول سيرفيس بتاعها في سكار تلاقي السيرفيس اللي ما بقاش السيرفيس السموس كده ماشي لا بتهيل الكورونا بين في كل الاكل الدي بي بتهيل وتبقى سكار فتلاقي الصوار كانوا ريجولر سيرفيس ولما نيجي على السي تي هنلاقي كده في سكار موجوده كده ودي في السي تي ودي صوره برضه شايفين الفول نفسه مش ريجولر هتلاقي معرف كده حسب الانفكشن هتلاقي يعني السايز بتاع الكدني هتلاقي ريجولر سيرفيس عليه والكدني سايز بيصغر وتلاقي الكوجينيك لونها مبيض شويه التريتمنت بتاعها اللي احنا تريتمنت اوف ريكرنت انفكشن تو بريفنت فيرزر داوج يعني مش كل واحد يجي له كل ما يتعب شويه ياخد ويحرك الكل ويرجع يرجع يبقى من نفس كده ياخد من يومين ثلاثه مضاد ضحيه ولازم نفهمه ان ده غلط لازم ياخد الكورس كامل وعشان ما يحصلش الكرس كل شويه ممكن ندي انفكشن بقى لو ممكن حاجه بارنترال او اورال والبيشنت ابلكيشن لازم نفهم العيان اللي بيعمل ده غلط يعني اي حد بيجي له انفكشن مش علاج منه وخلاص لازم نفهمه ان ده بيتدمر في الاخر في حاجه اسمها ريلابس وري انفكشن ريلابس اللي هي يعني ايه الفرق بين ريلابس وري انفكشن ري انفكشن اورجانيزم تاني يعني في اورجانيزم حصل ريلابس ده في العيان خد علاج ومش فتره كافيه حصل له ريلابس يعني مثلا ايه عيان هو في خلال اسبوعين ثلاثه خد العلاج اسبوع ولا حاجه وتحسن وبعد شويه جالنا بعد اسبوعين يقول لك ايه نفس الاعراض اللي رجعت تاني فاحنا مش بنعمل مصنع تاني نعالجه بنفس الاورجانيزم لان ده اسمه ريلابس انما لو عيان ودي غالبا الريلابس ده بيحصل ريكرنس وانفكشن وذا سيم اورجانيزم بعد تريتمنت وما كانش حصل فيلير للريجيشن ده بنشوف كمان في الناس الكبار في السن اللي ما بيشربش ميه كتير يعني احنا مثلا هنا في الانفكشن ياخد علاج ويشرب ميه اللي ما بيشربش ميه ودهايدريت ده ما بيحصلش ريجيشن انفكشن ممكن ياخد الكورس اسبوع ولا 10 ايام زي ما قلت لكم والعيان ما بيشربش ميه عمره ما الاورجانيزم يحصل له ريجيشن فاحنا لازم نيجي نعمله تاني تحليل نلاقيه موجود تاني فلازم يشرب ميه مع العلاج لان دايما الهيدريتر بيدي المنظر ده الريسك فاكتور انسفيشنت تايم ما خدش الوقت الكافي في العلاج او اي ابنورماليتي في اليوتيوب في اليوريك تراكت نفسه في ابنورماليتي
الري انفكشن يعني ده حصل ايريديكيشن البكتيريا اللي عندي اتحسن خالص وحصل ري انفكشن بورجانيزم ثاني. ده بتحصل دايما غالبا بعد شهر، يعني بعد شهر او شهرين وده العلاج احنا هنعمله مزرعه كامله. ده بقى اللي هو الجدول اللي هو كل حاجه موجوده. احنا عندنا في عندنا الانواع اللي هو الري كارت في السايتس. السايتس دي يا اما بتبقى اكيد سايتس، في حاجه اسمها كومبليكيتد يوراين تراكت انفكشن وانكومبليكيتد. يعني مثلا واحد اللي هو مره جاله حرقات البول ولا بتاع، دي مره واحده ست تعمل كده، ودي مره قلت لك ما حصلليش غير اللي هي مثلا من سنتين ثلاثه، ده اسمها اكيوت انكومبليكيتد خلاص. انما كومبليكيتد ممكن تبقى كومبليكيتد بالبول الفرس، ممكن تبقى كومبليكيتد بايه؟ انها بتيجي كل شويه ريكفرنت، يعني مثلا واحده عماله كل شويه تقول لك حرقات البول وفي الشهر ترجع تاني نفس المشكله. فاحنا لما بيجي ريكفرنت دي اسمها كومبليكيتد، انا من الفرس خلاص. يا اما كومبليكيتد بحاجه تانيه عامه او كومبليكيتد ان هو بقى ريكفرنت. فالاكيوت انكومبليكيتد سايتس قلنا ما بنعملش مزرعه، تحليل بول عادي ونبتدي العلاج. هنلاقي في باسلز موجوده وممكن نلاقي فيها هيماتوريا، اي انفكشن ممكن ساعات يعمل لنا شويه هيماتوريا موجوده. كلشر ممكن كويس. الاورجانيزم نفس الاورجانيزم الاي كولاي وسافيرو كوبرس البروفيتكس والبروتيوس والكيوسين نفس الاورجانيزم اللي احنا قلناه. الفيرست لاين ثيرابي ان احنا ممكن سبريم سيبرو فلوكساسين وفلوكساسين اسمه فيسوتربيد، ده ممكن يدونا علاج ثلاث ايام بس خلاص. طيب الريكارنت سايتس بقى في الايام جوه، يعني كل شويه بدأ. يعني ايه الريكارنت سايتس؟ يعني العيانين اللي بيكون لهم يعني كرونيك بين اكثر من كام مره في السنه، فدي اكثر من ثلاث مرات في السنه، يعني كل شويه بتيجي بس اكثر من ثلاث مرات في السنه او مرتين في ست اشهر. لو جالها في الفتره دي احنا تسري بصوت برير او ان مرتين في ست اشهر، ده المفروض احنا بنعالجها بقى كل شويه بنجيب لها، مش هنسيبها كده، بنعالجها ونديها ايه بروفلاكتيك تريتمنت. هتاخد العلاج عادي الكومبليكيتد دي نعمل مزرعه، تحليل جوه مزرعه، وتاخد العلاج بتاعها تخلص الكورس كامل، وبعد كده نقول لها طالما بتتكرر هنمشيك على ايام بروفلاكتيك انتي. احنا ما بنمشيش على بروفلاكتيك انتي بيوتيك خالص غير الاول حالات الريكفرنس بالمنظر ده، او عيان زارع العيان الزارع ده بنمشيه بروفلاكتيك انتي بيوتيك برضه لمده ست شهور. ايه البروفلاكتيك انتي بيوتيك؟ السوترين الصلفه العاديه دي بس. لو واحد عنده حساسيه للصلفه ممكن ندي حاجه ثانيه، ممكن ندي سيبرو فلوكساسين بس ده الدوز مش بياكل 12 ساعه، بندي 250 قرص واحد في اليوم، يعني ده بروفلاكتيك قرص صغير يعني حاجه بسيطه. او نايتروفيرانتوين بدل ما ندي 100 ملي جرام كل ست ساعات بندي 100 ملي جرام مره واحده في اليوم. فالبروفيلاكتيك انتي بايوتيك دي بنخلي العيان اللي بيجيلهم الريكفرنس ده ياخدوا الكورس ويخلصوه، وبعد كده نبتدي لهم العلاج يقول لك خد العلاج لمده ست شهور. طبعا العيان بيتضايق يقول لك انا همشي كل يوم ياخد قرص وكده، ياخد قرص يا اما قرص سترين يا اما قرص نايتروفيرانتوين 100 ملي جرام، يا اما ياخد سيبرو فلوكساسين 250 ملي جرام قرص. ده مش ثيرابيوتيك، ده حاجه مفيده. فدول ايه؟ يقول لك انا مش عايز العلاج. في ناس كتير متضايقه مش بتاخد مش عايز ست شهور وبنسى ومعرفش ايه وبياخد شويه ريكفرنس. فاحنا بنقول لهم على الاقل اربع ايام بعد ست شهور انتربورس، يعني بعد ست شهور انتربورس المفروض تاخد الدواء وتعمل ايه موشن كويس قوي وتشرب ميه كتير وكده. ده حاجه يعني ما تنسوش برضه في ادويه جديده طالعه في السوق، انا قلت لكم كده اس جي بتوتو انهبيتور سودم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور، ده انتي ده بيتصنف في السكر وقلت لكم له فوائد عظيمه جدا هنعرفها في المحاضره الاخرانيه ان شاء الله. فالدواء ده مهم جدا بس عيبه انه بيعمل ريكارنت في الار. فلو واحده بتاخده يا دوب نعمل انفكشن من هنا وتيجي بعد ما تخلص باسبوع تجي لي تاني بنفس الاعراض، انا لما ادي لها ريكارنس كده المفروض بنوقفه ساعه الانفكشن، الدواء بتاع السكر ده بنوقفه اثناء الانفكشن. انما كل شويه بتتكرر، يعني بشوف حالات انا اول ما ارجعها لها الست بتجي لي بعد اسبوع نفس الاعراض. لو الدواء وقفه تاني وناخد العلاج ده على طول اقول لها لا خلاص الدواء ده مش خالص من العلاج خلاص. فده كومن قوي الدواء ده بالذات بيعمل ريكارنس يو تي اي. احنا لو متكرر كل ما تاخده يحصل لها نفس المشكله احنا بنوقفه خلاص، احنا مش مستنيين ماشيين في القصه دي. فاحنا عندنا اكيوت انكومبليكيتد سيستايتس وفي ريكارنت سيستايتس في اليانج فيميل، ودي ساعتها نعمل مزرعه والعلاج هياخد ايه وقت اطول شويه، وان احنا بنديها ده بروفلاكتيك تريتمنت. اكيوت سيستايتس في الميل يانج ميل ده صعب لازم ندوره على اي سبب. اللي بيجي له دايما غالبا انكومبليكيتد هنعمل يورين كلشر ده، واي بكتيريا كاونت بقى لو احنا لقينا في الميل ده مش لازم 100,000، لو لقينا اي بكتيريا كاونت ده سكيب عيان عنده اعراض والبكتيريا كاونت حتى لو طلع 10,000 ولا 100,000 ده او 1000 ده سيجنفكت بالنسبه له. ونفس الاورجانيزم موجود واللي بنعمل نفس العلاج زي بتاعت الانفيميل بالظبط، بس تريتمنت في الميل لان دايما غالبا بقى المشكله عنده فبنخليه اسبوع على الاقل. ايه سيمبتوم البكتيريا في البريجنس بقى؟ احنا عندنا اليورين كلشر مهم قوي، احنا لازم نعمل مزرعه بول والكل فورمول بتاعه لو هي 10,000 مش لازم ايه سيمبتوم البكتيريا مش لازم توصل 100,000، 100,000 ده سيجنفكت. انما لو واحده نعمل تحليل بول لقينا في بصل واحده حامل هنعمل لها مزرعه لقينا 10,000 مش هنوصل ل 100,000، ده
يعني 10 باور 5 باور 4 دي مهم ان احنا نعرفها. الناس الاورجانيزم بيبقى موجود واللي فيها بقى العلاج بتاعها يا اما اموس سيلن يا لاتو فيرانتين يا سيفن بيسين. اي واحده حامل مهم ان انت تستاذن الكورس الحوامل اسمها بكتيريا دي عرفت ايه نوع الاورجانيزم ايه حامل او مش حامل يعني الاورجانيزم حامل تي اي. ثاني حاجه لو بتراجع عندك مسجل ايه لو واحده حامل انت بتكتب في اسنان حامل مهمه جدا يعني مش واحده حامل تروح تدور حاجه تراجع بالنسبه لها كيف الاسبوع سيف البنسلين اي نوع البنسلين سيف لغايه الفرنسيه سيف لغايه الشهر الثامن فدول مهمين يعني. لو اسم البكتيريا طبعا احنا بنعالج لمده 3-7 ايام يعني ده واحده ما عندهاش اعراض وفي شيء البكتيريا مش لازم ندي 10 ايام كان ندي من 3-7 ايام بس يعني 5 ايام في الاسبوع. نعم صوتك معلش يا لا يعني احنا بنقول لك 10,000 بتقول اقل احنا 10,000 فوق 100,000 ده يعني سيجنيفيكانت ومعانا دي عندها اعراض انما 10,000 ده اللي احنا لما بنلاقيه بيبقى سيجنيفيكانت بالنسبه لنا مش لازم نوصل ل 100,000 خلاص اقل من كده واحد اقل من كده ولقينا بص هيدز ولقينا فيه موجود يعني ساعات تلاقي 20,000 او يعني او اقل شويه يعني هو يعني 10,000 ده اللي احنا بنعتبره سيجنيفيكانت بارتيكول انما مثلا لقيت 100 100 ده حاجه ضعيفه قوي فانما لما بنلاقيه ده حاجه مش نوصل للسيجنيفيكت البارتيكولر فلازم نعالجه. كسر اسوشيتد جراند انفكشن دي كارثه. العين مركب قسطره وعنده انفكشن ده بس دايما في عيانين بيبقوا ايه اللي هم بيد ريدن وعيان ماتروز وعيان مثلا واحد كان في حادثه وحصل له فراكشر فيرتبري وبقى بارلايز يعني ده بتبقى كوارث لازم العين هيركب قسطره. الناس الاولد ايج حاجات من دي فده احنا بنقول القسطره في الارانب فهيحصل لهم انفكشن طول ما القسطره الارانب دايما بيحصل انفكشن. احنا بنقول لهم ايه؟ بنركب القسطره السيليكون، السيليكون دي بتقعد 3 اشهر وتتغير وبعدين احنا ممكن اول ما نركب القسطره حصل له انفكشن بنشيلها ونريح العيان بالانتيبايوتكس وممكن ياخد يلبس كارت ساعتها او حاجه وبعدين نبتدي بعد كده نركب قسطره يعني الميت يكون انضف شويه وحسب الكالتشر والسيستم. وانا قلت لكم ناخد المزرعه ودايما الاورجانيزم بتاعهم ابرام نيجاتيف وعنيف يعني دايما الاورجانيزم بتاعهم مختلف شويه. هي الكستر اللي دي سيمتومز اليورين كلشر مثلا لو لقينا اي كلشر بقى موجوده في المزرعه دي يعني هنعتبرها انها مهمه ويعتمد على الديوريشن اوف كستريزيشن يعني فرق مركب قسطره بقاله شهر غير مركب قسطره بقاله سنه والجرام في الاورجانيزم مهم قوي. لو جرام بوزيتيف ممكن ندي امبيسيلين اموكساسيلين جنتامايسين واحنا حسب المزرعه اللي بتطلع واحنا لو مش قادرين بنشيل القسطره شويه ونريح العيان وبعدين ندي انتيبايوتكس وبعدين ندخلها نركبها تاني والسيرك الافضل له وبعدين نعالج الانفكشن وخلاص مفيش تقدير حاجه داخليه. هي نعمل ريموفال كاستر اوف بوسبل اند تريت فور 7-10 ايام وذ لونج تيرم كاستر اند سيمتومز التريتمنت ممكن بقى حسب كل شويه بيجي له ممكن اقل حاجه اسبوع من 5-7 ايام. المانجمنت في يو تي اي في البريجنس مهم قلنا والبريدز دوز الفاكتور دي في الاخر سلايد الانفكشن الايس كونت بارتيكولر ايس كونت بارتيكولر قلت لكم احنا عملناها قبل كده بس نراجعها تاني. اول حاجه بس الاسم بتاعك لازم نخلي بالنا ديفرنشيال يعني العيان ده عنده انفكشن فعلا اسم فيه البكتيريا العيان ما بيشتكيش ولا كونتامينيشن فده مهم قوي نعرفها ازاي لو اورجانيزم واحد اسم فيه البكتيريا لو اكتر من اورجانيزم ده كونتامينيتد كلير كات اوف فاليو عشان نقول سيجنيفيكانت ان هو 100,000 ولازم ناخد ممكن يعني ما حدش يعمل عيانتين ورا بعض بس ده صح ان احنا نعمل اثنين سامبل لو الانفكشن والسبروفيتكس والكانديدا بنلاقي الفورم فورم اقل يعني مثلا ايه لو فرض الانفكشن ممكن نلاقي الكاونت بتاعته مش لازم يوصل ل 100,000 اقل شويه بحسب نوع الاورجانيزم. السبتاتيك بارتيكولوريا بتريد في البريجنسي في الهيموجلايس بيشنت والاندر بون انفيزيف يورولوجيكال بروسيجر مثلا عيان عامل ترانس بلانتيشن مهم جدا دايبيتك اميون كومبرومايز بيشنت او عيان عنده سي في دي عادي دولت الحالات اللي بتتعالج الاسبتاتيك بارتيكولوريا مهم قوي البريجنسي والدايبيتس والعيان عنده سي في دي والعين اللي هيزرع كده فدول مهمين. احنا خلصنا الانفكشن فاضل الانترسيشن نفرايتس دي حاجه صغيره قوي يعني 5 سلايد كده وسهل. عايزين نريحه ولا نكمل؟ كمل اللي عايز يريح يقول واللي عايز يكمل يقول واللي عايز ينام يقول. في ناس نامت وشبه النوم وتبطط ومبطلتش. ايه؟ طب دقيقتين كده وكمل. الاسبوع الجاي ان شاء الله انا الاثنين الجاي مش هعمل يعني مش جاي عندنا
انترسيشال ديزيز اوف ذا كيدني دي انت عارفين طبعا خدته في الاناتومي. حصلتين الشباب الانترسيشال ديزيز اوف ذا كيدني احنا خدنا في الاناتومي زمان فاكرين في جلوميرولاي في تيوبيولز وفي النص بينهم الانترسيشال بتاع الكيدني. الانترسيشال ده بين الجلوميرولاي والفيسلز والتيوبيولز بتاع الكيدني. فالانترسيشال ساعات ممكن يحصل له انفلاميشن. الانفلاميشن ده احنا بنشوفه حاليا يعني كتير يعني انتوا بتشوفوا الحالات واحد خد دراج والدراج ده عمل الرج يعني ممكن يدي افكت الكيدني ويعمل اكيد انترسيشال نفرايتس. احنا انا قلت لكم في الاكيوت جلوميرول نفرايتس بتبقى غالبا اوتو اميون او اميون ميكانيزم الباثوجينز بتاعها. انما الانترسيشال نفرايتس غالبا الرجيك يعني في دراج الرجيك. الرجي وقلت لكم يعني في ايديو سنترز للدواء مش كل الناس يعني في ناس بياخدوا دواء حمض الانسولين او حاجه يحصل لهم حساسيه والدنيا تبقى فلوريد جدا وفي ناس بياخدوا الدواء ما بيحصلهمش حاجه. في ناس انا شفت واحده في مره دهنا فولتارين وجالها اكيد انترسيشال نفرايتس. في ممكن واحد ياخد امبول وفي ناس بياخد عندهم مشاكل في العظم طول النهار عمليه بيرفعوا مسكنات. فغالبا في جزء ايديو سنترز فيه. فالانترسيشال نفرايتس هنا اكيوت اور الرجيك يعني مختلف شويه دي دايما الرجي لحاجه معينه موجوده دايما دراج انديوست هايبر سنسيتيفيتي بروبلم ويبقى ساعات معاه ايزينوفيليا والايزينوفيليا تبقى موجوده في 30% من الحالات يعني مش كل العيانين بيقول لهم ممكن نعمل تحليل واحد خد دواء والدواء ده عمل له حساسيه وعمل له اكيوت انترسيشال نفرايتس مش لازم حساسيه في جسمه كلها يعني. فلو عمل اكيوت انترسيشال نفرايتس ممكن نلاقي معاه ايزينوفيليا وساعات ايزينوفيل في اليورين وساعات واحنا بناخد لو احنا خدنا عينه من كده لو احنا مش شاكين في التشخيص نلاقي ايزينوفيلز نفسها موجوده في قلب البيوبسي. فالايزينوفيليا بتبقى موجوده بس بنسبه قليله يعني 30% من الحالات بس. دي مهمة الأدوية. الأدوية اللي بتعمل كده الأنتيبايوتكس طبعا مشهورة البنسلين أشهر واحد يعني الناس بياخدوا البنسلين عندهم حساسية منه وممكن يعمل أكيد انترسيشال نفرايتس. الفانكومايسين السيبروفلوكساسين اللي بالأحمر ده اللي احنا بنستخدمه كتير قوي يعني اللي عاملينه بالأحمر ده اللي هي الكومن يوز دراجز. النون ستيرويدال أنتي انفلاماتوري من الحاجات المشهورة جدا عيانين بيروحوا لدكاترة العظم يديله بقى فولترين حقن والراس والكلام ده كل دي بتعمل لنا الانترسيشال نفرايتس. طبعا الديوريشن في ساعات من مره واحده حقنه واحده او قرص واحد في ناس بيستخدموا الفتره دي بتعمل دامج للكيدني ويعمل انترسيشن نفرايتس. وطبعا لو كرونيك يوز للنون ستيرويدال دي الناس عماله كل يوم تبلبع على الصداع ورجليها والحاجات دي بتقول بقى لها 5 سنين تاخد الدواء بتقلب في ان هي كرونيك انترسيشن نفرايتس. فاكيوت من اللي هو شورت ديوريشن والكرونيك ده لو بيستخدم فتره طويله قوي. الدايوريتكس السايزين دايوريتك والفلوزامايد اللي هم بيعملوا انترسيشن نفرايتس. ميسيلينيوس بقى في كابتوبرين الرانيتيدين حاجات المعده الحاجات وانا قلت لكم قبل كده في الراوند الناس اللي بيستخدموا حاجات بروتون بامب انهيبيتورز اللي بيستخدموا اللي هو اس بتاع ده حاجات زي سايتيدين وكده في اللي هو اتش 2 انتاجونست يعني دولت بيبقوا بيحصل لهم انترسيشال نفرايتس. وكان في استاد كبيره جدا عندنا على 800,000 عيان وكانت 12 يعني عندنا في مؤتمر دولت اوروبيا يعني ناس في اوروبا اللي عملوها. فقالوا الناس اللي بتاخد الحاجات بس كان فيها يعني بوينت اوف استرينث وحاجات بقى ويك بوينت الويك بوينت ما خدوش عينات من كده في العيانين دول. فقالوا لكل العيانين اللي كانوا بياخدوا اورال بقى بروتون بامب انهبيتورز او حاجه كده انتوا حاطاها في الفارما ساعات الادويه دي ممكن تعمل انترسيشن نفرايتس. فاحنا العيانين اللي بيقول لنا يقول لك انا معدتي تعبانه طول النهار وخصوصا لو في مثلا حد سبونسرد عنهم مثلا شركه ولا بتاع ولا في الجامعه ولا كده طول ما هم جايين يعني جايبين قرار الاعلان يقولوا لي اكتبي لنا الدواء المعده. الدواء المعده ما ينفعش هو على اللونج ران يعني بيستخدم بيعمل انترسيشن نفرايتس على الكدني ده معروفه يعني. اول حاجه الثانيه ان هم بيعمل كمان اوستيوبوروسيس يعني بعد 7 سنين ممكن العيانين يحصل لهم اوستيوبوروسيس. يعني هو مش ادويه وخلاص يعني احنا بنقول الادويه دي عباره حاجات ايه يعني سموم مقننه قوه القانون هم يعني واخده اللايسنس عشان خاطر تعالج حاجه. انما ما ينفعش الناس تاخد حاجه على العمان وعلى البطال اي دواء بناخده ده خطر. فاحنا طبعا الكلى والكبد هما الاثنين من اكثر الحاجات اللي احنا الادويه بتاثر عليها. فالبروتون بامب انهبيتور القلب والرينول الفينيتوين كل معظم الادويه ممكن تعمل انترسيشن نفرايتس. قلنا الانفكشن البكتيريا الانفكشن ممكن ماشيه في التراكت نفسه انما ساعات توصل انترسيشن تخرج بره تعمل انفيجن انترسيشن. فالانفكشن البكتيريا الانفكشن زي الايكولاي والسالمونيلا وكل الحاجات دي ممكن تعمل لنا وفيرال انفكشن واذر ومايكروبلازما والتوسوايرا كل الحاجات دي ممكن تخرج من جوه اليورين سيستم وتطلع بره على الانترسيشن. الاوتو اميون سيستم حاجات انا قلت لكم اللوبس نفرايتس هقولها في اخر محاضره ان شاء الله. فاللوبس نفرايتس لها حاجات معينه 6 حاجات موجودين كاتيجوري انما ساعات ممكن نلاقي في سيستم اللوبس ممكن توصل للانترسيشن كامل انترسيشن نفرايتس. البلود بشر سندروم مع انه انتي بيزمنت البرين بياخد
يعني في البروميرولاي ممكن ساعات الجزء منه يعمل حاجه زي كده يوصل للترانسيشن بس بنسبه بسيطه. انما زي الانتي جلومير بيزمنت برين في حاجه اسمها انتي تيوبولار بيزمنت برين ديزيز يعني زيه بس رير مش كومن قوي. ان احنا مش كان في انتي جلومير بيزمنت برين انتي بودي في ساعات انتي تيوبولار بيزمنت برين انتي بودي وده ممكن يعملها انترسيشن نفرايتس. وفي حاجه اسمها تينيو تيوبولار انترسيشن نفرايتس بتيجي معاهم نيوفلانس يعني اولاد كده بيجيبوا عندهم اكيد انترسيشن نفرايتس وعينهم بتحمر في نفس التوقيت فده بيبقى معاهم نيوفلانس. ده سندروم موجود كده مشهور بس يعني مش بنشوف حالات كتير. الكلينيكال بيكتشر بتاع الانترسيشن نفرايتس غالبا في واحد واخد دواء يعني خد دواء وحصل له الدواء ده لا اما انتي بايوتيك ونون ستيرويدال لان اشهر اثنين دولت بيبقى فالانتي بايوتيكس او النون ستيرويدال العين بياخد دواء مش لازم يجي بقى عنده الراش والارتكار الراش والجرش والحاجات دي يعني ممكن يجيب بحساسيه ومعاها الكدني او ممكن يجي لوحده يعني بياخد الكدني ويعمل اكيد انترسيشن نفرايتس من غير حساسيه خالص في جسمه. فده بيعمل ايه؟ لازم يبقى معاه تريان تلاقي العيان بيسخن شويه ممكن يبقى معاه راش او ما معاهوش ومعاه ايزينوفيليا في الدم والايزينوفيليا دي 30% من الحالات. غالبا بيبقى مضاد حيوي او نون ستيرويدال. فبيعمل اكيوت كيدني انجري العيانين دولت بيبقى خد حاجه فتلاقي العيان بيجي يقول لك ايه؟ جنبي وجعني سخن شويه بتاع يجي يعمل تحليل يلاقي وظائف الكلى بتاعته عاليه. الانفستيجيشنز طبعا الهيستوري مهم جدا الهيستوري والدراج بتاعي ده مهم جدا في حاله الانترسيشن نفرايتس. نعمل تحليل بول ممكن تحليل بول ده نلاقي فيه ايه يورين سيدمنت ممكن نلاقي ايزوفينز في تحليل بول اسمها ايزوفلوريا ممكن نلاقي ار بي سيز وايت بلاد سيلز شويه نتيجه الانفلاميشن اللي حصل انفلاميشن ونلاقي وايت بلاد سيلز انا حتى لو ما كتبتش بص يا مزاجه لو بص سيلز كتبت بتاعت الانفكشن انما هنا كتبت وايت بلاد سيلز لان الوايت بلاد سيلز اللي نازله مش بص مش انفكشن ده عباره عن انفلاماتوري سيلز. 24 اور يورينري بروتين هنلاقي البروتينوريا هنا ده مهم وبرضه ممكن اسال فيه البروتينوريا بتاع اي حاجه غير الجلوميرولر بتبقى يعني الجلوميرولر دي زي الفيروس سندروم والحاجات توصل 3.5 جرام اكتر دي يعتبر جاي من فوق انما تيولو الكانسيشن نفرايتس اي حاجه من دي بتم بتعمل بروتينوريا قليله جرام ما تزيدش عن 2 جرام فدايما بتبقى حاجه بسيطه اللي هي البروتينوريا قليله ودي سؤال بيجي في الام سي كيو برضه متكرر يعني عندهم وايد بروتينوريا ساعات ما السيرويدر انا قلت قبل كده بتبقى تعمل لنا ايه وكابتوبريل ساعات بيعمل بروتينوريا توصل للفوتو كرينج يعني فاكرين من ضمن الحاجات اللي بتبقى ساعات درج وده اللي شايف راسي قريب يعني ان احنا نوصل للفوتو كرينج بروتينوريا ساعات في الكابتوبريل او من السيرويدر دول الحاجه الوحيده في الاكسكلوجن يعني فبتعمل نفروتيك سندروم بتعمل مينيمال تشينج ديزيز ممكن تعمل كدني فانكشن كدني فانكشن اللي العيان عنده اكيوت كدني انجري من الادويه اللي اخذتها دي ساعات عيان بيبقى واحد بقى تقول لك انا خدت مسكن وتلاقي ان انا خدت الدكتور كاتب لي خمس حقن وخدتهم او خدت برشام او ايا كان اللي خدته او خدت مضاد حيوي وحصل لها الانترسيشن نفرايتس تلاقي الريتم بتاعهم عالي تلاقي مثلا عمال ديانا اول ما جالنا كده تلاقي مثلا خمسه ولا سبعه ايا كان فاحنا بنعالج ايه؟ ساعات احنا العينين دولت نقول لهم طب ما تاخدوش الدواء توقفوا طبعا كل الادويه والكريزين العيني نعمله فولو اب الفولو اب ساعات لما نوقف الدواء بينزل وساعات يفضل معلق يعني تلاقي الكريزين مثلا وصل ل 10 رقم عيني مش راضي ينزل فاحنا ساعتها ناخد رينال بايوبسي فاكرين الانديكيشن بتاع رينال بايوبسي بقول لك لو الاكيوت كدني انجري الهيستوري مش واضح والعين اللي فيه حاجه غلط او انا حددت هيستوري قلت ايه ده الكريزي ده هو اللي عامل وبعدين في الاخر الاقي الوظيفه اللي معلقه مش راضيه تنزل انا وقفت الدواء وده عينه خدت البروبوشنز وبقت تشرب سوائل وكل حاجه ايه اللي يخلي الوظيفه اللي ما بتنزلش بقى كده فده احنا بناخد رينال بايوبسي مش لكل الحالات لو احنا عندنا الدرج واضح قدامنا ووقفنا الادويه وساعات العين بنوقفه تلاقي الكرياتين نزل كان في مثلا حالات بتدخل عندنا كرياتين 8 نوقف الادويه من هنا تلاقي الكرياتين بقى ثاني يوم 6 5 4 نزل لغايه بقى 1 فده مش لازم ناخد عين كده بقى انما لو انا شاكه في التشخيص بتاعي او العين مش بيتحسن اضطر اخد رينال بايوبسي. الرينال بايوبسي عشان ديفرنشيت يعني لو هي طبعا بيبقى جاي رابيدلي بروجريسيف جلوميرال نفرايتس دي زي ار بي جي ان اللي هو تيوبولار انترسيشن نفرايتس تلاقي الكرياتين عمال بيعلى بيعلى معانا بس طبعا لو وقفنا الاوفند من الدراج الدنيا بتتهدى شويه. فده لو انا شاكه في تشخيصي او انا لازم احط تشخيص غلط او انا مثلا عيان عندي تعبان وخد نون ستيرويدال ما جاز نون ستيرويدال حاجه ان اديشن للمرض اللي عنده فلو انا شاكه في حاجه ساعتها اخد بايوبسي. ودي منظر رينال بايوبسي انتوا شايفين هنا مفيش جلوميرولايد هنا خالص كل اللي موجود ده تيوبولز شايفين الانابيب بتاعه الكلى دي تيوبولز الجلوميرولز بتاعها لها شكل معين اللي هي مدوره دي من هي مشينا يعني بس لها شكل معين الجلوميرولز زي ما قلت لكم كده انما ده تيوبولز بتاعه الكدني اهي وبعدين تلاقي الانترسيشن ده الخلايا الزرقاء دي كلها تبقى زي الليفوسايتس موجوده وانفلامات وسيلز فده يعني المنظر الانترسيشن اللي بياخدوه هيقول لك ماركت انفلتريشن في الليفوسايتس خلاص بيبقى منظرها كلها ازرق ازرق مبطش ممكن نلاقي في ايزينوفيلز في النص يعني ساعات نلاقي ايزينوفيل
واحده حمراء موجوده مثلا او كده فده يقولك ده فلور يعني ساعات بنلاقيها في البايوبسي نفسها فده تلاقي بالمراي نورمال والانترسيشن نفسه اللي انفلتريت بالانفلامات الرساله التيبكال فيه فبيكشر العيان هيسترو بروجكتين خلاص العيان واخد دواء صدر المنصب بتبقى حوالي مثلا كام يوم لاسابيع الكلفين معلق بيبقى معاها ساعات هايبرتنشن وساعات لا مش مهم الفينا بتاع يعني عشان نفرق الفينا عشان نقول ايه العيان عنده اكيد تيوبروزس ولا حاجه ثانيه عشان نقدر بدايه التشخيص بتاعي غلط يعني من الاول نلاقي الكيدني سايز نورمال في الاكيوت انترسيشن نفرايتس بتلاقي لسه الدنيا النورمال يا اما سمول عشان الانفلاميشن لا كبيره شويه ممكن تلاقي هيماتوريا وقلنا بروتونوريا اقل من 1 جرام ساعات شويه بروتين بينزلوا وشويه ار بي سي ممكن نتيجه الانفلاميشن ساعات هيماتوريا بسيطه يعني ممكن نلاقي الار بي وايت بلاد سيلز في اليورين يعني هنلاقي كل ده انفلاماتوري سيلز التريتمنت بتاعنا لازم نوقف الدواء خلاص ديسكونتينيوشن اوف ذا بوزيتيف اورجانيزم لو في انفكشن وعامل انترسيشن نفرايتس هنعالجه ساعات بعض الحالات نلاقي عملنا طلع تشخيص وخدنا بايوبس وطلع انترسيشن نفرايتس والعيان الكريتين بتاعه معلق بقى ومش مرض تاني مش اكيوت مثلا مش بلبول نفرايتس ومش حاجه ثانيه احنا ساعتها بقى بنبتدي الاسترويدز في عيانين ما بتتحسنوش كمان الكريتين بتاعهم معلق على الرقم بتاعه كده او ساعات بيعلى ويفضل ثابت شويه احنا ساعتها خلاص وقفنا الدواء وبقى لنا اسبوعين والكريتين ما بتنزلش بندي استرويدز خلاص ساعتها بندي استرويدز سمول دوز 1 ملي جرام كل كيلو جرام بتبتدي تحسن الانترسيشن نفرايتس او ان احنا ممكن ندي ساعات في عيانين بيبقوا سيفير قوي لدرجه ان احنا نديهم انترافينس استرويد يعني انما هو العلاج ده او الميونوسبريشن تاني يعني بنعالجهم كانهم زي البلوبول نفرايتس كده يعني في مش كلهم بعض الحالات بس الكرون انترسيشن نفرايتس ده بقى يعني مش لازم دواء بقى يعني في ادويه وفي حاجات كتير امراض ثانيه ممكن تعمل لنا كرون انترسيشن نفرايتس في هيريديتري ديزيز الميتوكوندريال ميوتيشن دي ممكن تاثر الانترسيشن بتاع الكيدني في ميتابوليك ديستربنس زي الهايبر كالسيميا والنيفروكالسينوزيس والهايبر كولسترول كل الحاجات دي بتيجي ترسب في الانترسيشن بتاع الكيدني لو واحد عنده هايبر يعني حاجات الحاجات يعني الاملاح عنده عاليه في الدم ممكن لما تيجي تنزل في الانترسيشن دراجز الناس بتستخدم كرونيك يوز للدراجز الناس اللي قاعده كل يوم الصبح كده تقوم تاخد قرص مسكن وصباع ورجليها وايديها فديت الانالجيزك والليت الناس اللي بتاخد ليت بتتعرض لليت كتير الناس اللي بتشتغل في المطابع او بيشتغلوا في الحاجات اللي بالسباكه وكده خليت والليثيوم انا قلت لكم كده الليثيوم ده من الحاجات اللي بيستخدموه في بتوع النفسيه فالليثيوم ده بيعمل اللي هم دايليتس انسيبيدس وساعات بيعمل فالكون سندروم وبيعمل مشاكل كتيره ممكن يعمل انترسيشن نفرايتس الادويه احنا بنستخدمها في زرع الكلى او بنستخدم في الاميونوسبريشن نفسها السيكلوسبورن اللي هو او تاكرولماس اللي هو كالسيميرين انهبيتور من الحاجات اللي بتعمل انترسيشن نفرايتس وساعات تعمل يعني فاسكولوباسي يعني ساعات عم بيسلس بتاعت الكلى والكيمو سيرابي الناس بيستخدموا السيسبلاتين والحاجات دي كلها الادويه عموما يعني بتاثر على الانترسيشن بس واخدها بقى فتره هيماتولوجيكال ديزيز المالتيبل ميلوما والليمفوما وسيكل سيل ديزيز برضه بتعملها انترسيشن نفرايتس فيها بقيه الاوتو ميون الروبس والجوبرين والسركويد كل دول بيعملوا انفكشنز كومبليكيتد باي نفرايتس والعيان بقى اللي هو عنده باي نفرايتس وما تعالجش وقلب كرونيك ممكن يوصل انفكشن لبره الانترسيشن ومن الانترسيشن نفرايتس وبستراكتيف نيوروباثي زي ما قلت لكم تيومر وستونز والريفلكس واحد الريفلكس يكون عمال يرجع فجيت هيبوظ الانترسيشن يعني بيبوظ كل حاجه وبيبقى فيهم الانترسيشن السيريس بقى الاتش ريليتد فاسكولار ديزيز الهايبرتنشن الاسكيميا الريد كونتراست ممكن الحاجات دي بتاثر على كله على الانترسيشن الكيمي وكل حاجه بتاثر الكلينيكال بيرسون بتاع كرونيك الكرونيك ده بيجي لنا العيان اللي هو في الاخر زي كرون باينو نفرايتس كرون انترسيشن نفرايتس ده في نهايه كرون كيدني ديزيز ممكن يوصل في الاخر بين ستيج رينال ديزيز هنلاقي برايمري كرون انترسيشن نفرايتس الاول نلاقي الليبيتد يعني العيان اللي بيقول لنا في الطوارئ دولت او بيقول لنا تلاقي الريتم بتاعهم عالي نيجي نعمل السونار نلاقي الكيدني سمول سايز واتروفيك خلاص ما الاتروفيك دي ايه مرض مزمن عندهم بيبقى فيهم الانترسيشن نفرايتس بيبقى فيهم اي حاجه او باينو نفرايتس قلب بعد كده لو ما فيش سبيسيفيك كوز للكرون انترسيشن نفرايتس يعني بتيجي المانيفيستيشن بقى ندور على الكوز في بعض الحالات اللي بيقولنا في النهايه اللي هو الاند ستيج دولت وسمول واتروفيك كيدني ساعات ما بنقدرش نوصل للسبب وده احنا بيبقى مهم ليه عشان خاطر العين هيسرح بعد كده يعني الولد اللي انا بقول لكم اللي هو جاي دوت الانفيرتد ماهوركر ده خلال كام يوم ده الولد جاي 13 سنه وما عندوش عامل هيسترو ولا حاجه قصير جدا يعني شورت ستيتشر يعني 13 سنه وقد كده مامته قصيره طب انت في العيله قالت لا ده الولدين قصيرين واخته طويله وعاديه يعني فده ممكن يكون حاجه 13 سنه واند ستيج وسمول واتروفيك كيدني طب ده احنا مش عارفين السبب ايه بجاز ممكن تكون مشكله فاحنا ده هيجي يزرع بعد كده ممكن يحصل له ريكرنس على الترانسبلانت كيدني بتبقى يعني ممكن يكون مرض
فانما فهم العينين زي دولت ما نعرفش الايتيولوجي بتاعها، ده كان جلوميرولونفرايتس او فاسكولايتس في الكدني وطيرتها، ولا انترستيشال نفرايتس ما بنبقاش عارفين. فساعتها بقى بنعمل لهم ورك اب، يعني اقل من 18 سنه لازم تعمل له الاوكساليت وتقاس الحاجات اللي هي في الدم والكالسيوم والحاجات دي، لازم تكون املاح مترسب هتحصل في الكدني التاني. وحاجات كتير قوي احنا شفنا عيان زرع بعد شهر العيان الكدني بوست، نشوف لو خدنا بايوبسي طلعت هايبر اوكسالوريا، يعني في عندهم اللي هو انهيرتد هايبر اوكسالوريا وكانت اوكسالات عاليه جدا بوظت الكلى قبل كده وحصل في الكلى المزروعه. فعشان كده اقل من 18 سنه لازم تعمل لهم الورك اب بتاعه الحاجات المشاكل اللي بتحصل. الديفيرنشال بتاعته هي المنظر بتاع العيان كرون كيدني ديزيز، يعني ده خلاص يعني سمول واتروفي كيدني، والعيان بيبقى جاي عنده بوني ايرس وانيميا ونفس الاعراض بتاعته. الانفستيجيشن بتاعت الانترستيشن نفرايتس بنعمل يورين اناليسيز، العيان بقى الكورنر دولت يعتبر سي تي دي، فبنشوف الفيرست سبيسيفيك جرافيتي 10 10، ممكن نلاقي عندهم شويه بروتوزوريا بروتونوريا بس قلنا اقل من 1 جرام في الهاتيوت او كورنر انترستيشن نفرايتس. وفي بعض الانفلاماتوري سيلز ريد سيلز او وايت بلاد سيلز، الرينال فانكشن طبعا عاليه، سيرم كرياتين يوريا عاليين، ونشوف الصوديوم والبوتاسيوم بنعالجه على انه كورنر كيدني ديزيز خلاص لغايه ما يوصل للاند ستيج. حسب الكلينيكال سيتويشن بتاعنا بنشوف البروتين طبعا، ممكن هي احنا العيانين دولت واحد جاي بيكون انترستيشن نفرايتس لازم نشوف بقى، يعني بياخد كورن دراج ابيوزر، العيان ده عنده مالتيبل مايلوما عنده ايه، فبيبقى لازم ندور على سبب. لو واحد كبير في السن وممكن وعنده انيميا وكده شكل مالتيبل مايلوما، المالتيبل مايلوما بتعمل امايلويد وبتاخد وقت طويل، فممكن نشوف لو عيان حاجه اربطه قليل ينبوب بس او كده حاجه كرونيك، يعني ممكن نعمل ايمجنج سي تي او كده ونشوف السايز بتاع الكيدني وشكلها ايه. رينال بايوبسي احنا ما بناخدش في الاكيوت، ممكن ناخد قلت لكم لو العين مش مشخص او انا شايفه التشخيص بتاعي مش مظبوط او العين ما تحسنش. في الكورونيك ساعات احنا بنعمل طبعا لو واحد سمول واطراف الكدني بتاع السونار مش هيرضى ياخدنا بايوبسي، لان لو دخل انا قلت لكم قبل كده رينال بايوبسي دي في عيان سمول اتروفيك يعني ايكوجينيك يعني عباره عن فايبروزس، لو دخل الفيسلز بيبقى حواليها مفيش تيشوز تقفل الفيسلز جوه، اول ما ياخد بايوبسي منين تلاقيه ينزف ينزف يا اما يموت يا اما يشيلوا الكليه اللي هتحمل. فحتى بتاع السونار او اللي احنا بنقول ناخد العينه بيرفض، يعني في حاله كانت عندنا الدكتور معتز ده اللي بيعمل لنا البيوبسي اللي هو بيعمل انترفنشنال، العيان سمول واتروفيك وكده جايه، فقلت لهم ما نشوف لو هيقدر ياخد منها عينه والسايز بتاعها كده كويس وكده. راح هو رفض، فراح ما اعرفش ليه راح ثالث ايه، لا انا كلمت دكتور ثاني في مكان ثاني وعمل البيوبسي، عمل ايه يا بنتي او كده. فالمهم بقى العين كان ينزف ينزف وقعد فتره طويله، بس الدنيا الحمد لله وقفت، لان في عينين بيدخلوا وساعات يدخلوا يعملوا نفرتومي اه كده مايزه وكل حاجه بس ما معرضش العين كده. فلو عين فيها فايبروزس او كده احنا بناخد لنا البيوبسي يعني ما عدا لو كان بقى شكل فيه فايبروزس جامد، انما لو قدر فيها البيوبسي السايز بتاعها لسه يعني معقول ومش اتروفيك قوي او مش هيكوجينيك قوي ممكن ناخد بيوبسي. هي بيقول لنا كرونيك انترستيشن نفرايتس السنس جوه فيه فايبروزس بالنسبه كبيره عاليه قوي، فده خلاص ان احنا عشان خاطر ما اديش انه سبريشن وما اديش ريكتوم. ده احنا خلصنا كده، وحد عايز يسال اسئله في ده او في اللي قبله في الانفكشن خلاص. محاضره الانفكشن دي مهمه جدا، الانترستيشن نفرايتس ممكن اقول لك حالات في الاكيوت انترستيشن او كرونيك، يعني سؤال كده يعني بجيب عليها سؤال او سؤالين، انما اليوريك ريكت انفكشن حاجات مهمه جدا جدا يعني. خلاص فاضل محاضرتين زي ما قلت لكم، واحده هنقولها ان شاء الله اونلاين وواحده هنقولها لايف بعد الدكتوره اميره، يعني ممكن يوم 15 او 22 هتفق مع الدكتوره اميره على اونلاين ان شاء الله. محاضره سي بي ال بقى ايه هجيب لكم كيسز و نسيت اجيب لكم كتاب النهارده بتاعنا، يعني كان في حالات وكده في التجربه في فاكر فيديو ان شاء الله. لا مش معايا، هبقى اجيبهولك بقى.